يعني النظر ان احنا جو مش جو فرح في كآبه وفي صعوبه على الممثلين اللي بره انهم يجوا مصر يعني وكده، لكن الراي الثاني هو غالبا الاصح يعني ان احنا المهرجان واخد تفتح فيها مره واثنين وثلاثه واخر وقفنا، يبقى بنضيع عجله السير بتاعت المهرجان وبتضيع قيمته لان اصبح النهارده معروف عالميا والناس منتظراه. فهم كل راي لكن الاساس انك تعمليه ده ممكن تبقى في سنه من لحد هذا المرض الحياه لازم تكمل. مصر لازم تفتح ابواب السياحه لانها مصدر اساسي لينا. كان رايي واضح، لو المهرجان فينيسيا مهرجان سان سباستيان بتعمله يبقى دي هتبقى ضربه جامده لمصر مش بس لكونا ان احنا نلغي، ده بيدي رساله للعالم ان مصر قلقانه وان الكورونا فيها مشكله كبيره جدا. هو طبعا كانت التنسيق فيما يتعلق بالتوازن ما بين ان عايزين نعمل احتفال ونفرح بيه والناس تيجي كده وبيننا وفي نفس الوقت نكون عاملين اجراءات احترازيه كافيه. طبعا عارفين اول يوم من السنه دي حجم الحضور هيكون اقل. عن اي دوره سابقه عندنا عدد من الافلام المهمه جدا كعادتنا زي ما بنوعد الجمهور دايما عدد من اهم الافلام اللي واخده جوائز مهرجان برلين فينس، الافلام اللي اختيرت لمهرجان كان، حتى اخر المهرجانات اللي انعقدت سان سباستيان عندنا فيلم حصل على الجائزه الذهبيه فيه فيلم بيجينينج الجورجي. اعتقد ان احنا قدرنا كالعاده نجمع باقه افلام هي الافضل من الانتاج العام سواء دوليه او عربيه.